مشاهدينا، كل سنة وانتم طيبين، واهلا بيكم والحلقة الأخيرة من برنامج مفاتيح الحياة. مبسوطة جدا ان انا النهاردة هختم معاكم سنة ونستقبل سنة جديدة. سنة جديدة يعني بداية جديدة، وهو ده موضوع حلقتنا النهاردة. ازاي نستقبل للسنة الجديدة وازاي تكون لينا فيها بداية وحياة جديدة. بس في نقطة مهمة، مش معنى ان احنا نعمل أي بداية في بداية السنة ما نربطهاش بالزمن. لما نيجي نبتدي بداية، أي بداية جديدة في حياتنا، ممكن تبقى بداية يوم، ممكن تبقى بداية شهر، ممكن تبقى بداية سنة، ما نربطهاش في البداية. علشان في ناس لما مثلا بيربطوا أهدافهم أو البداية الجديدة اللي عايزين يبدأوها ببداية السنة، مجرد ما عدى كام شهر في السنة بيبتدوا ما أنجزوش، يقولوا بقى إيه، نأجل للسنة الجاية، ومن هنا بيجي التسويف. لكن مش مهم البداية امتى، مش مهم الزمن، المهم ان احنا نقرر ان احنا نبتدي. فدي النقطة دي مهمة جدا. لكن احنا النهاردة بنتكلم عن البداية الجديدة عشان احنا داخلين على بداية السنة الجديدة، وبكرة اخر يوم فيها. هنتكلم النهاردة ازاي نستقبل السنة الجديدة. بس قبل ما نتكلم ازاي نستقبل السنة الجديدة، هنتكلم ازاي نودعها وازاي نختمها. اول حاجة نختم بيها السنة اللي احنا فيها هي الشكر والامتنان. الشكر والامتنان لحلوها ومرها، الشكر والامتنان لكل حاجة حلوة فيها حصلت وكل حاجة سلبية حصلت، علشان ربنا قال لنا ولئن شكرتم لأزيدنكم. في الشكر استزادة، يعني احنا لما بنشكر ونمتن للحظة اللي فاتت والحالية بنستزيد في المستقبل. يعني لما نشكر ربنا على الخير، ربنا بيبارك فيه وبيزيد. ولما بنشكر ربنا كمان على اللحظات السلبية، بنعرف ايه الخير اللي فيها، وبنعرف ايه المنحة اللي في المحنة اللي احنا بنمر بيها. علشان احنا حياتنا جينا الحياة وموجودين فيها علشان نمر بكل التجارب. التجارب دي اللي بنقدر نغيره بنغيره، اللي عندنا قدرة فيها، لكن اللي ما بنقدرش نغيره وملناش قدرة تغيير فيه من عند ربنا بنتقبله. وفي التقبل والامتنان بيبدأ التغيير. عشان كده مهم قوي النهاردة نمتن لحاجة وموقف وتجربة صعبة جداً مرينا بيها كلنا والعالم كله في 2020، هي جائحة كورونا كوفيد 19. مهم قوي ان احنا نمتن ليها. هتقولوا لي ازاي نمتن ليها؟ دي حصدت ارواح كتير وناس كتير ماتت، وفي طاقة رعب وذعر في العالم كله. هي سبب، يعني كده كده اللي مات عمره انتهى، وهي طبعا كان حاجة وتجربة قاسية وصعبة، لكن فيها رسالة لكل شخص فينا. كل حاجة صعبة بيبقى جواها رسالة، وبنشوف الرسالة لما بنبتدي نتقبلها ونشوف الجانب الإيجابي اللي فيها. نبتدي نشوف إيه الإيجابية اللي كانت في كورونا، ونبتدي طاقة الامتنان هي بداية تغيير. إزاي بنغير بطاقة الامتنان الحاجة السلبية؟ علشان طاقة الامتنان بتدي طاقة إيجابية، فبتواجه الطاقة السلبية اللي هي مثلا في كورونا. احنا محتاجين نمتن لها علشان نهديها، وان احنا نبتدي نتخلص منها تدريجي، علشان هي طاقتها السلبية عالية قوي، طاقة رعب وخوف وذعر وحزن، فهي الطاقة السلبية مسيطرة. احنا محتاجين نوازن الموضوع. لما هنمتن لها هنعرف ان احنا تبقى في طاقة إيجابية تحمينا وتفيدنا وتفيد الكون كله. تجربة كانت صعبة، بس احنا نقدر ان احنا ناخد منها الإيجابية اللي فيها. انا عن نفسي بمتن لكورونا علشان انا اكتشفت من خلالها حاجات إيجابية كتير. اول حاجة اننا عرفنا نعمة النفس اللي احنا بنتنفسه. مجرد الشهيق والزفير اللي بيطلع بمنتهى السلاسة وبمنتهى السرعة وفي كل لحظة، ده قيمة كبيرة جدا، نعمة المفروض نمتن عليها ليل ونهار. نعمة عرفناها لما لقينا إن كنوز الدنيا كلها ما بتوفرهاش. كمان من الحاجات اللي كانت إيجابية في كورونا إن هي خلت عندنا يبقى فيه وعي بالصحة النفسية والمناعة النفسية والمناعة الجسدية. الناس ابتدوا يقللوا من الصراعات والمشاكل والحروب اللي بينهم النفسية اللي بين بعض، عشان المادة وعلشان العلاقات وعلشان حاجات كتير. عرفوا إلى حد ما، من رحم ربه عرف إن الحياة مش مستاهلة، إن فيروس ما بنشوفوش بعينينا المجردة ولا بالميكروسكوبات الدقيقة عشان نشوفها، عمل هدد العالم كله. مفيش حاجة مستاهلة إن إحنا نتصارع ونضغط نفسنا علشانها. فعلا إحنا جايين الدنيا عشان نساعد بعض، ونية المساعدة دي سواء أنا بساعد أو بتساعد بتحقق لنا التوازن النفسي والصحة النفسية. فتحررنا من الضغوط والصراعات حقق لنا التوازن النفسي وتقبلنا. كمان لما بنتقبل بنهدى وبنرتاح، وبيتحول الخوف لحذر. وكمان عرفنا برضو قيمة، وبقى عندنا ثقافة ووعي المناعة الجسدية، إن إحنا بقى عندنا بنعمل تحاليل للمناعة، بنرفع مناعتنا سواء بالفيتامينات أو بنظام غذائي صحي، أو ابتدينا نعرف قيمة التعرض للشمس، الفيتامين د، ابتدينا نهتم بفيتامين الزنك، ابتدينا نلعب رياضة. هو تغيير اللايف ستايل، أسلوب الحياة، اديتنا فرصة إن إحنا نعمل ده، واديتنا الوقت كمان لما كلنا اتجمعنا في بيوتنا. وأكتر حاجة برضو فادتنا بيها وكانت إيجابية لما اتجمعنا في بيوتنا مع بعض، الأسرة يعني تعمق فيها الفهم والتعامل المباشر مع بعض. يعني ساعات كان ممكن الأب ما يعرفش حاجة عن ابنه عشان على طول بره البيت، فابتدى يبقى في علاقة مباشرة، وابتدى الأسرة يفهموا بعض أكتر ويستمتعوا. يعني كان بيبقى برضو مفيش وقت يتفرجوا مثلا على فيلم مع بعض، يتشاركوا بنشاطات وألعاب. الزوج ممكن يدخل المطبخ، الولاد ابتدوا بقى في مشاركة في الأسرة، خلت فيها عمق، خلت فيها ترابط أكتر. فدي فادتنا جدا. وكمان من الحاجات اللي فادتنا هي إن إحنا الوعي ارتفع، بقى في اختلاف آراء في المجتمع. يعني بقينا مثلا حوالين الفيروس وحوالين التطعيم في اختلاف، مفيش انسياق كل المجتمع لحاجة واحدة. يعني إحنا كنا مثلا لما يبقى في تطعيم الكل يجري في اتجاه التطعيم من غير ما يقول ليه وإزاي، مجرد في تطعيم يلا كلنا ناخد التطعيم. لكن دلوقتي حاجة تفرح إنه بقى في اختلاف. يعني في ناس بقت تقول مستنية التطعيم وبتقول أنا هاخده، وإن هو هيرفع المناعة وإن هو هيحمينا. وفي ناس ودي قناعتهم، وفي ناس بيقولوا إن هو مش مفيد، هو مجرد بيزنس علشان الفيروس بيتحور فمش هيبقى مفيد. وفي آراء كتير جدا في الموضوع ده، في بيقولوا مفيد وفي بيقولوا مضر، وحوالين الفيروس إن هو طبيعي أو مصنع. فبقى فيه يعني اختلاف وجهات النظر، ودي حاجة مهمة جدا. دي أنا بعتبرها طفرة في الوعي، تحرر من فكرة الأمان الجمعي، اللي هي بيبقى الكل ماشي في نفس الاتجاه، بياخد نفس القرارات وبيعمل نفس الحاجة. هنطلع فاصل ونرجع نشوف نستقبل 2021 إزاي. أجمل حاجة وأهم حاجة نستقبل فيها السنة الجديدة هي نية الخير والنفع لينا ولغيرنا، نية التطوير. وتطوير يعني تغيير. والحاجة الوحيدة اللي إحنا وإنت وكلنا نقدر نغيرها هي نفسنا، هي نفسك. الحاجة الوحيدة اللي إحنا عندنا المقدرة وعندنا الحرية، وربنا خلقنا مخيرين عشان نغيرها، هي نفسنا. فإحنا المفروض على طول نغير نفسنا، على طول نراقب نفسنا، على طول ما نقولش ده أنا كده، ده طبعي، ده أنا عصبي، أنا أي طبع، أي حاجة إيجابية ممكن نطورها وأي حاجة سلبية ممكن نغيرها. مفيش حاجة اسمها طبع، الطبع ده برمجة احنا اتبرمجنا عليها، وإحنا عندنا القدرة إن احنا نغيرها من خلال إن احنا نفكر ويبقى عندنا وعي. فالتغيير مهم جدا في حياتنا، والتغيير لازم يبقى كمان أنا اللي بقرره مش غيري اللي بيقرره، علشان رأي الناس فينا مش حقيقتنا، رأي الناس فينا انعكاس ليهم. فأنا المفروض اللي بقرر أنا عايزة أتغير في إيه، وبقرر وبعرف كمان أنا عايزة أتغير ليه، وببتدي في بداية السنة الجديدة أشوف إيه المميزات الإيجابية اللي كانت أضافت، المميزات اللي خلت حياتي ترتقي وتبقى إيجابية أكتر وأطورها، وأشوف إيه العيوب اللي خلت تبقى حياتي فيها سلبية أكتر وأتخلص منها. وكمان مهم جدا إن الحاجات دي نكتبها، الكتابة هي بداية تفعيل النية. وكمان مهم إن إحنا نكتب أهدافنا، نمسك ورقة ونكتب أهداف السنة الجديدة اللي إحنا داخلين عليها. مهم قوي يبقى عندنا أهداف أو هدف واحد، عشان مفيش حياة من غير هدف. معنى إن حد ما عندوش هدف يعني هو مش عايش الحياة أصلا. لازم نعمل ولو هدف بسيط ينفعنا أو ينفع غيرنا. محتاجين إن إحنا نحدد هدفنا، دي أول خطوة نعملها، وإن إحنا نحط النية إن إحنا نفعله ونحاول إن إحنا نعمله، وحتى لو كان بسيط أو كان كبير نبسطه ونبدأه من الخطوة اللي إحنا فيها دلوقتي. بلاش تأجيل، لما بنأجل أهدافنا بتتوه وبتضيع. يعني مثلا لو واحد عايز يطور وعيه، حاطط هدف إن هو عايز يطور وعيه، ما يقعدش يستنى لما مثلا أنا لما أشوف الكورس المناسب، لما أحوش للكورس المناسب، لما أشوف كورس أحسن منه. لا، ابتدي اقرأ لو صفحة كل يوم في كتاب، صفحة تخليك إن أنت تطور وعيك بالتدريج. المهم نبدأ في اللحظة اللي احنا فيها وما نأجلش. ومهم كمان علشان نتطور ونتغير نصبر ونبتديها زي ما قلت خطوة بخطوة. الاستعجال في التطوير والتغيير بيأخرنا، يا أما بيوقفنا وبيخلينا نزهق. فمحتاجين كمان نحط هدف، يعني محدش يروح يحط هدف يغير حياته 360 درجة. محتاجين إن إحنا نبدأها بهدف بسيط، هدف بسيط فأعلى 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 لغاية ما نحقق الهدف الكبير. ومهم جدا لما نحط هدفنا إن إحنا يبقى عندنا نستعد ونواجه الفشل اللي ممكن نقابله فيه أو في طريقنا لتحقيق الهدف، أو العواقب أو المشاكل، علشان مفيش حاجة سلسة ومفيش نجاح من غير فشل. بس أهم حاجة لما نفشل نعرف إيه الرسالة دي من الفشل. يا ترى يعني إحنا بنفشل، مفيش فشل حتى من غير سبب. إحنا بنفشل ليه؟ إيه الرسالة؟ إيه سبب الفشل عشان أتجنبه في المرة التانية؟ يعني أينشتاين كان بيقول من الغباء أو اللامنطقي إن البني آدم كل مرة يعمل نفس الأفعال والسلوك ويتوقع نتائج مختلفة. يعني مش منطقي مثلا إن حد عايز يدخل السنة الجديدة ويغير نفسه، فيدخل بتفكير نفس السنة اللي احنا فيها وبنفس السلوك وبنفس الأفعال وبنفس كل حاجة، ويتوقع إن بعد نهاية السنة اللي احنا داخلين عليها إنه هيتغير. ما ينفعش. زي بالظبط اللي مثلا بيعمل أكلة وبيعلي عليها النار، طول كل مرة يتحرق الأكل يرجع يعملها تاني ويعلي عليها النار، ما هو مش هينفع. لازم نغير الفعل عشان تتغير النتيجة. وكمان من أهم الحاجات اللي احنا نعملها لما نحط هدف، احنا قلنا إن احنا على طول مجرد يبقى فيه هدف نبدأها بالنية. النية طاقتها عظيمة جدا، مجرد بنحط النية بنحس إن احنا هنقدر إن احنا نحقق الهدف ده وعندنا المقدرة، وبيبقى فيه كده نية ثقة بالله وتفاؤل ومشاعر استحقاق، طاقة استحقاق كده، إن الواحد بيبقى حاسس إن هو أنا أستاهل إن أنا أحقق الهدف ده، أنا قد الهدف ده، أنا بحسن بعملي هحقق ده، أنا أستاهله. على العكس تماما طاقة التمني، لما الواحد يبقى عايز يحقق هدف وبيتمنى إن هو يحققه، التمني دايما احنا حتى بنقول أمنية صعبة المنال. التمني دايما في مشاعر حرمان، ان احنا مش هنقدر نحقق ده، ان ده مستحيل، ان ده صعب. فبلاش طاقة التمني دي، خليها النية. خلاص انا ان شاء الله هعملها. وعلى فكرة الطاقة دي بتوصل للي قدامنا. يعني مثلا لو واحد رايح يقدم في شغل وواثق من نفسه وعنده استحقاق لنفسه كده، حاسس ان انا استحق الشغل ده، انا عندي القدرات اللي تأهلني للشغل ده، لما مجرد ان هو بيروح يقدم الطاقة دي بتوصل لصاحب الشغل وبيقبله، بيحس ان هو هيضيف له، بيحس بثقته بنفسه. على عكس تماما لو واحد رايح يقدم الشغل وهو قلقان ومتوتر وحاسس ان هو مش هتقبل، لازم واسطة، انا ما استاهلوش قوي، مفيش استحقاق. الطاقة بتوصل للي قدامه ومش بيتقبل. احنا ناتج افكارنا، اللي بنفكر فيه بيتجلى في حياتنا وبيظهر في حياتنا. نفكر بافكار ايجابية هتتجلى في حياتنا النتائج الايجابية. هنفكر بافكار سلبية عن نفسنا مش هنعرف نحقق اهدافنا. مجرد ان احنا يبقى عندنا هدف ونية صادقة وطاقة تفاؤل وثقة بالله وطاقة استحقاق ان احنا نستحق الهدف ده، هنقدر ان احنا بإذن الله ان احنا نحققه. دي اول حاجة نستقبل فيها السنة الجديدة، النية. تاني حاجة نستقبل فيها السنة الجديدة واجمل حاجة، ان احنا نعيش السنة الجديدة لحظة بلحظتها. بمعنى ان احنا نعيش 2021 كل لحظة بلحظتها، مش 2020 واللي أقل منها في الماضي، أو 2022 واللي أعلى منها في المستقبل. علشان أصلا كل الحزن، مشاعر الحزن بتيجي من الماضي، من تجاربنا في الماضي. الألم لما بنقعد نفكر في الماضي كأننا بنعيد التجربة تاني. يعني لو تجربة حزينة وافتكرناها كأننا بنعيشها تاني. وكمان لوم النفس، اي حاجه حصلت مثلا نقعد نلوم نفسنا، يا ريتني قلت كذا في الموقف ده، يا ريتني عملت كذا في الموقف ده، يا ريتني اتصرفت كده مع فلان، يا ريت يا ريت. كلمه يا ريت ملهاش معنى عشان ده حصل. اللي ليه معنى ان احنا نستفيد باللحظه دي، ان احنا نستفيد بتجربتنا وخبرتنا في الماضي في اللحظه دي، مش نقعد نعيدها تاني. وحتى الناس اللي بيسجنوا نفسهم في نجاح الماضي، اللي تيجي تقول لهم انتوا عملتوا، احنا عملنا ونجحنا، مش بنعمل وهنعمل. يعني حتى الماضي لما بنربط نفسنا بنجاحه ما بنتطورش. وغير بقى لما بنيجي نفكر في المستقبل، اللي هو هم وقلق وخوف. التفكير في المستقبل فعلا بيشتتنا، بيخلينا مش مركزين في حاضرنا، في الحاضر بتاعنا، بيدينا طاقة خوف وقلق، هنعمل ايه ومش هنعمل ايه. يعني فعلا احنا محتاجين ناخد من الماضي خبراته، المستقبل نخطط له، نعيش الحاضر لحظة بلحظتها. هنعرف نستمتع بحياتنا، هنعرف نكتشف قدراتنا ونفعلها، علشان مفيش تشويش في عقلنا. والرسول عليه أفضل الصلاة والسلام في حديث ليه بيقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. هم التفكير في المستقبل والخوف منه، وحزن التفكير في الماضي، التجارب السابقة في الماضي. عشان الهم والحزن بيثقلوا في القلب وبيتعبوه وبيضعفوه وبيشتتوا أفكارنا وبيستنزفوا طاقتنا، بيخلونا ما نعيش اللحظات اللي احنا بنعيشها ونستمتع بيها، اللي هي الحقيقة الوحيدة في حياتنا، الواقع والحاضر والآن ودلوقتي. هي الحقيقة الوحيدة في حياتنا. الماضي عدى خلاص، مش هيتكرر تاني، والمستقبل بإيد ربنا. هنطلع فاصل ونرجع نكمل موضوعنا. مشاهدينا، أهم حاجة نستقبل بيها السنة الجديدة طاقة الثقة بالله والتفاؤل والأمل. تفاءلوا بالخير تنولوه. الطاقة الإيجابية لازم على طول نشحن نفسنا بطاقة إيجابية، نحاول نتأمل، نحاول نتسامح، نحاول نغفر. موضوع رائع فيه كلام كتير، بس للأسف وقت حلقتنا خلص. فبتمنى ليكم كلكم وللكون كله سنة كلها سعادة، كلها خير، كلها صحة، كلها بركة، كلها نور ينور حياتكم. كل سنة وانتم طيبين. سلام.